بذكر انه بتموز 1982 حذرنا من انه البقاء في الجنوب على اثر الاجتياح سيولد مقاومة اقصى واقوى. الان مرة اخرى بدون مغالاة بنحذر اسرائيل، وهذا جواب على مشروعها، ان تنسحب وباقصى سرعة ممكنة من جنوب لبنان، والا لن ترى مقاومة او مقاومتين او ثلاثة، رح بتشوف انه الشعب اللبناني كله بده يقاوم، يعني رح نعمل اطار مقاومة وطنية ضخمة جدا تشمل نوعين، المقاومة المدنية الشاملة بمعنى صمود الشعب والمقاومة المسلحة، وهذا امر وعدنا فيه من زمان ووفينا فيه.